هذا الفلوق أكثر سكتشات. المهم حاب أقول لكم بنزل بعد الفلوق هذا حفلة تخرجي. العيال ما قصروا حظي بقلبي أسعدوني بالسبرايز حقهم بعد الفلوق حفلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير حبايب قلبي. واليوم رايحين على شكلته الوداع مونشاك الحبيب. ايه ترى الكرسي ده مهم مرة، ماني فاك الكيس وكالة حتى التسعيرة فيه. طيب زي ما انتم شايفين واحد من الفلاشات في نص الشاشة، المهم ما يضر. محور حديثنا حبايبي الحفلة. ايه الحفلة، انا تخرجت من الجامعة السنة اللي راحت، كان اخوي اللي اصغر مني باقي له ترمين ويخلص، اللي هو الصيفي والترم الاول من هذه السنة. بعد ما تخرج كالعادة أي واحد متخرج ألف مبروك مبروك وعقبالك التدريس، وانتهت قصة الجامعة. صار لي سنة أنا دحين متخرج. قبل الحفلة بأسبوع كانوا العيال يطلعون من الاستراحة ألعب معاهم فيفا شوية، واحد يطلع شوية اثنين، كل يوم على ذا الحال ممكن 4 أيام أو 3 أيام. وفي نفس اليوم اللي هو يوم الجمعة كنت تعبان صاحي 24 ساعة ونايم بالاستراحة، جاني واحد من العيال صحاني 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 صحاني، ماني راضي اصحى تعبان ما نمت الا ساعتين. جاء خوي عبد الوهاب اللي تحديت معاه بالجوال واخذته حلو لين ما صحيت. اول ما طلعنا السيارة خوينا قال نزلوني الاستراحة بالحمرة عند اهلي، رحنا للاستراحة بالحمرة. لسه احنا بالخط أو قبل ما نلف شفت سيارة اخوي اللي تخرج، طلعت قلت هذه ما سيارة اخوي. الثاني كان ورا قام وقال لا هذه ما سيارة اخوك. قلت طيب جلست. وقتها خوينا كان يتابع مباراة الاتحاد والتعاون، والله التعاون كان بيجيب هدف في نهاية المباراة. وقف عند الاستراحة، نزل خوينا راعي السيارة اللي كنت احسبه اخوي، جاء ورانا ويعلق بواري. قلت اقول لك امشي هذا قريب، ومشينا يمكن مع اهله ذا مشينا. عبد الوهاب قال لا خلينا نجلس شويه. قلت اقول لك امشي ايش نجلس هنا ايش تسوي؟ صراحه قلت اهله، قال لي انا نبغى بس نشوفه من برا. قلت اقول لك ما ينفع، مشينا. انا دوبي صاحي الاخلاق قافله ما تعشيت شويه. جاء خويي قال الا تنزلنا، صاروا كلهم مجمعوا اثنين علي الا ننزل الا انزل. انا هنا استغربت انزل ليش؟ هذا قبل شيء يقول استراحة اهلي، ودحين هذا يقول خلينا نخش نشوف الاستراحة. اول شيء قال من برا، وبعدها قال نخش جوا بس نتفرج على المسبح. شوية شفت واحد ثاني من العيال، قلت هذا ايش عنده؟ قال انزل. قلت ايش الهرج؟ شوية وطل كذا ولا القى اخوي. قلت انت جابك؟ قال انا ما ادري انت جابك. مستغرب انت جابك وجابك. قالوا دخلنا الاستراحة. خشيت الاستراحة مصدوم، حتى كذا قاعد يدفدفوني. اول ما دخلت الاستراحه في بابين، اول ما دخلنا واحد منهم قال يمين ولا يسار؟ ايش يمين ولا يسار؟ شويه انفك الباب اللي على اليسار، اول ما فك وشاف رسك. قلت ايش الهرجه؟ ايش اللي سك الباب بسرعه؟ شوي الا ولا انفك الباب الثاني، وهنا السبرايز. قبل ما ندخل المقطع اعطيكم استفسار عن اللي صار. اللي صور المقطع اخويا الثالث، هو اللي صور مقطع من البداية لنهاية، قال عشان أبغاك تنزله فلوق. والله ويشهد علي الله إني ما أدري ولا حاجة قد كذا من اللي صار بالموضوع ذا كله، ما له خلفية بالتصوير ولا بالفلوقات ولا بأي شيء، حتى صور بالجوال بعد ما خلصت الحفلة. قال لي لهذا المقطع نزل أنت فلوق، عاد أنت منتجه وأنت الخبرة فيه. وجمعت المقاطع اللي صوروها العيال والصور الحلوة والواضحة، ودحين نبغى نشوف المقطع مع بعض. يلا شوفوا 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 اللي هناك. شوفوا الحماس كيف، شوفوا الحماس الترتيب. اسمعوا الصوت يمين ولا يسار؟ شوف لاحظوا على اليسار ما انفكت معاه صار يرش. شوفوا على اليسار ما انفكت معاه. انا مصدوم. هذا اخوي اللي تخرج معاه. شوفوا صار يرش مصدوم. ما سوى شيء. ايش فيه؟ شوف من الحماس كيف تسوي زي كذا. مصدوم اقول ايش بهم؟ الحفل انا خرجني سير. ايش شعورك؟ ايش شعورك؟ سرعة. ايش شعورك؟ سرعة.
الله. ايش شعورك انت شعورك؟ والله بدي اسكت ابو محمد. هذا مو مصدي. شو شو طبعا هذه صورة الكيكة هنا تحصلونها صراحة انا ما ادري ايش اقول له والله يا حرجون انا حسيت نفسي انا خاطب وانا ما ادري لا 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 هذه الطريقة أنا ودي ما حد يسويها إنك تأخذ من الكيكة وتحطها بوجهي ولا تبغى توكلني تعذبه هذه أول شيء نعمة بس ما الله يعني أي واحد يغلط فيا ليت من الشباب إنه ما يسوونه والله إني أنا أقول لهم نعمة نعمة بس حتى في بعضهم أرجو كمان وجهه كبير اتحمل انا هنا رحت فقع وجهي النفافيخ كلها فقعوها شوف الوجه مفقع وجهي سويتوها كلها الله يبارك فيك والله عقبال اللي ما تخرج والله من جد عقبال اللي ما تخرج نخرج رجعتوني شوف ترى في كيك هنا وفي كيك هنا سوي قربك الهدايا عنده وين شي هدايا الله يكثر من الهدايا يا رب هذا اخوي على اليمين وعلى اليسار سعد طيب الهدية عبارة عن عودة وبخور ومسك بابعها أنا يصرخون ما أدري إيش فيه في هنا حمى شوف وجهي قاعد ياكل كيك أذني الاثنين ذول اخواني الله يديكم العافية ما قصرتوا هنا وقفوا هنا ايش تسوي انت؟ ايش تسوي؟ في غدرة ما طفوا الاغاني ما جلسوا ويستنون بعض الا في غدرة استاهلوا ربي كل شيء الله عليك الله عليك الله عقبال كيف بس اسمع السيارات كلها عند الاستراحه دسينا ورا الجبل قريب يسلوا ما ادري سلم ايوه انا كلك روح انا يلا يجيب لنا حاضر عشان المباراه يلا يلا قص لنا انت ما خليت لا يوقف هذه فيها غدرة استناها هنا في حريق ها مش بقى
اسمعوا كرجال والله يبقى الله يسعدكم يا ما قصرت والله حرجتوني يا حبيبي الله يسعدك بالشعر امر سهل الله يبارك له ان شاء الله فيك مبروك يا حبيبي من اخوك مروان حبايب قلبي الله يسعدكم حبيبي وجه كبير لا حبيبي يا بعد الله يسعدك وجه كبير مشغول شو كذا دلوقتي الاسئله خلوه لا تكلموا اسمع كلجة الله يتمم منهم على خير الله يا حبيبي يا جد حبيبي يا محمد الله يسعدك عقبال ما نفرح في جوازه عقبالك حبيبي وابو والله يستاهل ألف مبروك والله الله يبارك فيك لو ترى شفت الجوال حقه مبروك خالتي لا 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 هنا في الغدرة ارموا في المسبح سمعتوا الغدرة بيضرب فيها اسمعوا خذوا جوالاتهم ورموهم بالمسبح سمعين التخطيط راح لعبد الرحمن خذ جوالاتهم ورميهم بالمسبح ارميهم غدرة بسيرة غدرة لعين راح يبي يضحك مشغولين هنا صارت الغدرة شلوني حلو هذا الثاني أنا على طول في السخط شوف في السخط على طول والله يا المويه باردة كذا رموه كذا وآخر تركي وآخر والله يا المويه باردة يا بيب الله يا باردة أصلا وقتها ما حد طاح في المسبح إلا أنا وأخوي بس البقية ما حد نزل شوف ها مستعد يا خبل هذاك سرد كذا بشر شوفوا كيف كذا قاعد احصل كذا معي يا حبيبي الله سوتوها اقلع اقول لك والله بغت يا حبيبي اذبي اقتلني بروح يرميني مره ثانيه لسه ما كفته الرميه الاولى هذا تصوير من ورا يعني وقت اول ما دخلت كان واحد مصوري من ورا اللي قلت لكم فك الباب بعدين سكوا شوفوا شوفوا كيف انا ما ادري شلال اللي اسمعوا يمين ولا يسار سمعيني ايش بكم غلط ترى بغرفة شوف ماني عارف ايش فيه ايش فيه يعني استقبلوني تبويز ماني فاهم ايش الارجع عرفت انها حفلة بس بخصوص ايش شوف قبل رش
هنا لما طلعت من المسبح شوفوا كيف برناك. يا شعري ناعم يمسك اي شيء. من اللي بخر؟ حلو، واحد منهم اخذ البخور لسه بالتلال. ايش بك يا بيتر؟ بيتر الله ما جاء الا بتاخر. والله والله هذه صورة الكيك. شكرا على الصورة الحلوة دي. هنا برداد، الوجه مفقع، النظرات ودي اردها فيكم. وراح ارسل لكم بعض المقاطع اللي من السناب اخذتها من العيال. وصلنا لاخر مقطع. احب اقول لاخوياي اللي سووا الحفله الله يسعدكم دنيا واخره، والله يجمعنا بكل وقت ولا يفرقنا يا رب. تعرفون الكلام حلو ما عليه. وان شاء الله يا رب اخوان طول العمر يا رب ولا يفرقنا. شكرا 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 من القلب، وما انسى جميلكم. ربي يسعدكم يا رب، فرحتوني وسعدتوني واحرجتوني وطشتوني بالمسبح. وعلى كذا انتهى الفلوق، ويعطيكم الف عافيه. ما انتهى؟ فين انتهى؟ الله يسعدكم، والله ما قصرتوا حبايبي. سويتوها ما دام طشتوني بالمسبح. طيب على قل طقم جهزوني، قالوا لي بردان كذا لف الغرفه الغرفه. ريق رقم مولود. ولا تنسون تضيفوني سناب شات وانستغرام، حساباتي موجودة تحت في الديسكريبشن. أبوي صعب. هذه صورة السناب وهذه صورة الانستغرام، حياكم الله، وتحصلونها تحت المقطع في الديسكريبشن. الدبريكستن، وسي يو نيكست تايم.